الرحمن الرحيم. اليوم عندنا تمارين المشتقة الثانية، تمارين 7-2. بعد ما أخذنا المجموعة الأولى من التمارين، نعم، اللي تشمل قواعد الاشتقاق السبعة والاشتقاق المشتقة الثانية، اليوم عندنا مجموعة من الأمور بما فيها تركيب الدوائر وبما فيها قاعدة السلسلة. جي أو إكس يساوي هذا، أف أو إكس يساوي 2X، جذر جي، شوف هذه أقراها، جذر جي بعد إف فتحة نصف. إذا شقرا هذه جذر جي بعد إف فتحة نصف، هذا بعد ما يسمى تركيب. إذا حتى أقدر أحصل اللي أريده لازم أمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي دالة التوصل اللي هي تركيب الدالتين، والمرحلة الثانية هي خامس علمي اللي هي اشتقاق الدالة المركبة، والمرحلة الثالثة هو التعويض المكان كل اكس صفر. اذا هنا هذا السؤال حتى احله لازم امر بثلاث عناوين. العنوان الاول يقرا عندي جي بعد اف للاكس، هذا العنوان الاول. العنوان الثاني ايش يقرا؟ جي بعد اف فتحة للاكس. والعنوان الثالث يقرا جي بعد اف فتحه للصفر. يعني ليش نوع من الاسئله من اجيبك اياها بالامتحان؟ لازم تمر بثلاث عناوين. العنوان الاول يمثل تركيب الدالتين، والعنوان الثاني يمثل اشتقاق الداله المركبه، والعنوان الثالث هو التعويض عن الاكس بما يساويها. هذا لو جاي لك في الامتحان اقول لك جي بعد فتحه وجي بعد اف فتحه للاكس مثلا، كم عنوان؟ راح يصير عنوانين فقط، تركيب ثم اشتقاق. اذا من اريد اركب الدالتين، اخذنا اكو طريقه تفصيليه مال ثالث الوسط، واكو طريقه سريعه استخدمناها للخامس العلمي، تقول تجي على الداله الثانيه اوديها كلها للداله الاولى، راح تكون مكان كل اكس في الداله الاولى. اجي على الداله الثانيه، هنا من الداله الثانيه؟ هي الابواب اكس، اذا من الابواب اكس وديها. راح اخذ 2x، وين اوديها؟ اوديها للدالة الأولى، الشيل كل اكس، شو تخلي مكانها؟ تخلي مكانها 2x. إذا هنا في خطوة واحدة تركيب هذه الدالتين، راح أجي على الدالة الثانية 2x، تصير مكان الدالة الأولى مكان كل اكس، هسه أريد خالد يقول لي ايش راح يصير عندي تركيب الدالتين. هسه هذا الدالة على 2 هذا راح ينزل على وضعه، شو تقول؟ نعم. واحد زائد 2 زائد اي زائد شنو؟ 5 في 2. شلون عملية سهلة؟ إذا هنا جي بعد اف للاكس، أروح للدالة الثانية أجيبها كلها، أشيل الدالة الثانية كلها، أجيبها للدالة الأولى، وين ما ألقى اكس، أشيل الاكس، أكتبه مكانه 2x. هذا لو قايل لي أخاف هذا السؤال موجود عندك بالتمارين بالامتحان، أخاف أقول لك أريد اف بعد جي. يعني معناها شنو هو؟ تجي على الدالة هذه توديها مكان كل اكس، يعني راح يصير عندك 2 في هذا الضرب. واضح الفرق؟ اذا ايش راح يصير هنا؟ الاسس تتوزع على الضرب، مربع الدنيا 4، ومربع الاكس هو اكس تربيع، اذا اقول ويساوي 1 زائد هذا هو 4 اكس تربيع، في 2 8 اكس تربيع زائد 10 اكس، هذا كله اسس زائد على 2. إذا العنوان الأول انتهينا منه. العنوان الثاني هو الاشتقاق، قوس مرفوع القوة، شلون اشتق حسب شنو؟ نعم؟ القاعدة السابعة، شو تقول القاعدة السابعة؟ القوة تنزل بعد، القوس ينزل بعد، لا قبلها مع شنو؟ أطرح من الأس واحد، احنا قلنا القاعدة السابعة فيها أربع حكايات، يعني من أريد أحكيها راح أتنفس ثلاث مرات. شوف القوة تنزل شوية ارتاح اخذ نفس، بالقوس نفسه اخذ راحة صغيرة، بعد نطرح من الاس واحد، بعد في مشتقة داخل القوس. اذا هنا اربع مقاطع، اذا القوة راح تنزل من القوة 3/2، هذا القوة نزل، بالقوس نفسه 1+8x تربيع +10x، بعد نطرح 1 3/2 ناقص 1، هذا
على 1 يعتبر 2 على 2 تمام. اذا راح يصير عندي 1 على 2 3 على 2 ناقص 2 على 2 هو 1 على 2 بعد شنو؟ مشتق داخل القوس. شنو مشتق داخل القوس؟ راح يصير 16 اكس مشتق الواحد 0 زائد 10. اذا هنا المرحله الثانيه انتهت. المرحله الثالثه راح اجي اعوض المكان كل اكس 0. اذا ايش راح يصير عندك هنا؟ 3 على 2 في هذا هو 0 وهذا 0 1. اذا معناها فقط 1 اس نصف في هذا هو 0 زائد 10. لان هو اس نصف معناه شنو؟ 1 هذا اس نصف شنو معناه؟ اي معناه جذر الواحد. الجذر الواحد هو 1. اذا راح يصير عندي 10 في 3 على 2 ال10 وهي 2 تختصر بها 5 ب 5 في 3 اذا مباشره الجواب تساوي 15. هذا ما يخص السؤال الاول. السؤال الثاني شنو نوع الاشتقاق؟ من خلال صيغه السؤال العامه شنو نوع الاشتقاق حسب شنو؟ سميناها يا قاعده سميناها قاعده السلسله سميناها قاعده السلسله والسلسله بها نوعين اكو نوع ضرب واكو نوع قسمه. هسه ناقيني واي بدلاله ان وناقيني الان بدلاله اكس يقول لك جدي واي على دي اكس. هسه اريد مبدع من عندكم يقول لي هذه اذا اريد اشتقها شنو اسم المشتقه؟ شنو اسم المشتقه؟ نعم دي واي على دي ان. اذا هذه المشتقه اسمها دي واي على دي ان. لو كانت هذه واي تساوي مثلا زد تكعيل زائد كذا راح تصير دي واي على دي زد. لو كانت ام تساوي اتش تكعيل زائد كذا ام على دي اتش. يعني دائما اسم المشتقه هي دي لاسم المتغير اليسار على دي لاسم المتغير اليمين. اذا دي واي على دي ام منو يشتق يا هذه؟ شنو المشتقه مالتها؟ نعم لا لا من المشتقه شنو المشتقه مال هذه؟ ثلاثة ام تربيع زائد ثلاثة لا المشتقة الخمسة صفر. بعد هذه شنو المشتقة مالتها؟ اي دي ان على دي اكس. اذا معناها دي ان على دي اكس تساوي 2. لان هو تريد من عندي تريد دي واي على دي اكس. هذه كم مسميات؟ راح اخليهم واحدة وصفر لهم على اساسه راح اعرف الناتج بيناتهم ضرب لو قسمه. اذا كان المتغير المشترك واحد بسط وواحد مقام راح يصير بيناتهم شنو؟ راح يصير بيناتهم ضرب. واذا كان المتغير المشترك اثنيناتهم مقام يصير بيناتهم قسمه. اذا معناها هذا اسمه دي واي على دي ان وهذا اسمه دي ان على دي اكس. شو تقول شنو بيناتهم راح يصير؟ بالتاكيد راح يكون بيناتهم ضرب. ليش هنا ضرب؟ يعني لو بدك تحصل دي ان ويا دي ان راح احصل على دي واي على دي ان. اذا ويساوي الدي واي على دي ان هو من هو؟ 3 ان تربيع زائد 3. الدي ان على دي اكس هذا يساوي 2. هذا 2 ايش راح اسوي له؟ راح تدخل على القوس. اذا وتساوي 6 ان تربيع زائد 6. اكو ملاحظه صغيره كتبناها دي واي على دي اكس هذه ممكن تكون ضمن قاعده سلسله الضرب او سلسله القسمه. اذا اردت استخدم سلسله الضرب فيكون الناتج النهائي بدلاله متغير المقام يعني بدلاله الاكس. واذا استخدمت سلسله القسمه يكون الناتج النهائي بدلاله المتغير الثالث اللي سميناه الغريب. اذا هنا ما اقول استخدمت قاعده الضرب الناتج بدلاله اكس لان هنا طلع لي دلاله ان. شو اسوي؟ اعوض شنو؟ اعوض مكان كل ان 2 اكس زائد 1 2 اكس زائد 1. اذا هنا بعد راح اضيف خطوه واحده للحد راح يصير عندي 6 في 2 اكس زائد 1 تربيع زائد 6. اذا السؤال الثاني هو سهل لكن من اجيبه بالامتحان اضيف له نكهه كلش صغيره. شنو هذه النكهه؟ ابدي لك بالان وانتهي بالواي.
ثابت. إذا راح يصير عندي 2 اي ان زائد 3. هذا الاي ثابت، يعني انا عامل الاي مثل ما عامل الاربعه. هذا لو كان 4 ان تربيع، شنو المشتقه مالته؟ 8 و 8 ان، يعني 2 ضربت الاربعه، هسه 2 ضربت الاي صارت 2 اي ان زائد 3. هذا شنو المشتقه مالته؟ دي ان على دي اكس تساوي 2. شو راح اسوي لهم؟ راح اربطهم بالسلسله. اذا راح يصير عندي دي واي على دي اكس تساوي شنو هو القانون؟ دي واي على دي ان في لو قسمت في دي ان على دي اكس. من هو دي واي على دي ان؟ هو 2 اي ان زائد 3. ومن هو دي ان على دي اكس؟ هو 2. بعد شو اسوي برايك؟ راح اسوي الاثنين راح اوزعها. اذا راح يصير عندي واي يساوي 4 اي ان زائد 6. زين انا استخدمت يا قاعده؟ استخدمت قاعده الضرب. لازم النادي النهائي بدلاله منو؟ بدلاله اكس، دلاله متغير المقام. شلون خلصنا هذه المشكله؟ نعوض مكان الان، اعوض مكان الان بما يساوي 2 اكس زائد 1. اذا وتساوي 4 اي في 2 اكس زائد 1 زائد 6. عوضت مكان الان 2 اكس زائد 1. زين هذا قيمه منو كله؟ قيمه الدي واي على الدي اكس. هسه شلون راح اسوي؟ الدي واي على الدي اكس ايش قد ناطني اياها؟ 30. ناطني اياها 30. اذا المكان الدي واي على الدي اكس راح اكتب 30. والاكس ايش ناطني اياها بالسؤال؟ 1. اذا المكان الاكس راح اعوض 1 2 في 1 2 زائد 1 3 في 4 اي 12 اي. اذا راح يصير 12 اي زائد 6. صارت عندي معادله من يا درجه؟ من الدرجة الأولى. لحل المعادلة من الدرجة الأولى اجعل المتغيرات الطرف والضوابط الطرف. إذا هذا الستة راح يروح إلى الطرف الآخر. 30 ناقص 6 24. إذا هنا يؤدي إلى 24 تساوي 12 أي. إذا معناها الأي يساوي 12 يساوي 24 على 12 يساوي 2 وليس 12. بعض الطلاب يعني يتوهم ليقول 12، ليش؟ وين يروح باله؟ يروح باله للطرح، يعني راح يقول 24 ناقص 12 يساوي 12، خليها ببالك. بعض الاخطاء بالامتحان الشهري، اكو طالب اعطيه صفر وانقهر عليه. واكو طالب اعطيه صفر ما انقهر عليه. هذا اللي يكتب لي اي تساوي 12 اعطيه صفر بس انقهر عليه، لان اعرف هو باله وين راح؟ راح على الطرح. بس اللي يكتب اي تساوي مثلا 7، هذه 7 منين جابها هسه؟ لا هي جابها لا هي جابها ولا هي ضرب، هذا اعطيه صفر وما انقهر عليه. فخلي يكون حلك مركز حتى تاخذ درجه كامله ان شاء الله.